السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. كل فائدة نشوفها لنا لابد لنا ننشرها حتى يزيدنا الله من فضله. يعني الطيارات اللي هو 6 مراوح هم 4، يعني الأغلبية أشوفهم غير جناط. رحت للمباركية في سوق السلاح وفصلت هذه الجنطة، يعني شيء مرتب بإذن الله. حط لي مسكات 1 وهذا الثاني، وبي احط لكم رقم تليفونه باذن الله، عسى الله يوفقكم يا حبيبي. هذا شغل طيارتنا اللي امس سوينا لها الجنطه اللي تكلمت عنها، يعني ارتب باذن الله واحسن ولا تتحرك لان فيها السيلين اللي شفتوها النزاك، هذا 2 وثلاثات باذن الله. الحين خفت حطها عاد، اللي ما معه طير ورا يحطها ورا عادي بسيارته، رقم 100% باذن الله. اللي عنده نفس الشكل هذا صالح باذن الله، شغلك 100%. امرك ما تاخذ لها مكان على الفاضي ولا تكسر تطيح والجي بي اس يخرب، هذا باذن الله بعد الله انا حافظ. عسى الله يوفقنا وياك ويوسف.